بسم الله الرحمن الرحيم. معاون الطيب الشيخ، ما هو رأيك في عدنان إبراهيم، دكتور عدنان إبراهيم؟ عدنان إبراهيم، وطبعا اتفقنا انه دي ما غيبة، ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا. طيب عدنان إبراهيم ده زول ملحد، ملحد عديل، لكن بيضرب الإسلام باسم الإسلام، يقول أنا مسلم وأنا شيخ كبير وأنا عالم وقرأت التفاسير، زول كذاب. عدنان إبراهيم قال الله، خلاصة كلامه إنه الله غلطان لما خلق البني آدم غلطتين. قال الغلطة الأولى الله غلط في العيون دي، العيون دي قال فيها أخطاء اتفق عليها الأطباء وما أعرف شو، العيون اللي خلقها الله، أي زول عيونه قال فيها أخطاء متفق عليها، قال يعني تخيل الناس اتفقوا على إنه الله غلطان، هسه ذي البشر ولا بهايم خير منهم؟ طيب نمرة اثنين قال الخصيتين بتاعت الرجل، أكرم الله السامعين كما يقول السودانيون، قال المفروض ما يكونوا مطالعات لبرا، قال المفروض يكونوا جوا، برضو الله غلط هنا قال. فده زول مجرم وزول ملحد، أي كافر ملحد، تب كافر تب، ما عنده علاقة بالدين، وبيسب الصحابة كلهم بيسبهم، وبيستهزأ بالسيدة عائشة، وبيستهزأ بأبو هريرة، وبيستهزأ بالصحابة وأمهات المؤمنين، فده كافر تب، أي كافر. فالناس ما تسمع له، لكن في ناس بيسمعوا له، بالذات أتباع الترابي دين، طبعا اتفقنا لقى ما غيبة، ها؟ فبيسمعوا له وبيقوموا شنو؟ ليه؟ لأنه هو بيضرب لهم الدين، بيقوم بيشيلوا منه الشبهات من اليوتيوب. تلقى واحد ولد شفت ساكت تابع للترابي، فتح الموبايل، ماذا قال عدنان؟ سنة ما فيها، سنة ما فيها، يجي يعمل جوطة في الغرق هنا، لما نجي نحن يقوم يولي الدبر، خلاص يكورك ببرا وكده، يعمل شغب زي المرة اللي فاتت، خلاص. هذا دي ما عندهم حاجة. وشيخهم عدنان ده والله ما مسلم، والله ما مسلم، زول يسيب الله ويقول الله غلط في الخلق وغيره، ده كافر تب، يسب الصحابة، يسب السيدة عائشة، يطعن في القرآن ذاته، أيوة، وينكر السنة ذاته إلا الحديث اللي بيركب مزاجه، فده ما في شك كافر. نعم، ما تسمع عليه الزول ده. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، ما تقعد معه، ما تسمع له، لا في موبايل لا في غيره. نعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.